السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ياسر البراك وهذه حلقة جديدة من شو نيوز من إعداد وجدان تشان. لذلك خلونا نبدأ في خبرنا الأول. الموسم الأخير من أنمي فيري تيل سيتكون من 51 حلقة على الأقل. تم الإعلان عن حصول لعبة بلاك كلوفر على مانجا بعنوان بلاك كلوفر جايدن كوارتر نايت، وسيتم إصدارها بتاريخ 7 أكتوبر. ستدور أحداث المانجا عن ماضي شخصية يامي سوكيهيرو. تم الإعلان عن أنمي جديد بعنوان إيسيكاي كورتيد قادم في موسم الربيع من العام القادم ومن إنتاج استوديو بيوكاي. سيكون الأنمي شراكة بين عدة أعمال ومنها يوجو سينكي، ري زيرو، كونوسوبا وأوفرلورد. أنمي هينامورو زومو سيتكون من 24 حلقة. الكشف عن موعد عرض فيلم أنمي يوجو سينكي، حيث سيبدأ عرضه على شاشات السينما بتاريخ 8 فبراير 2019. سيستكمل الفيلم أحداث الموسم الأول وسيكون من إنتاج استوديو نت. تم الكشف عن العرض الترويجي لفيلم أنمي كود جياس، كود جياس لوج أوف ذا ريفايفل، وسيعرض بتاريخ 9 فبراير 2019. صدر العرض التشويقي لفيلم أنمي دراغون بول سوبر برولي، والمقرر بدء عرضه بتاريخ 14 ديسمبر هذا العام على شاشات السينما اليابانية. الكشف عن تصميم شخصية أرتمس من فيلم أنمي ديناماتشي الجديد، حيث سيكون الفيلم بقصة أصلية من كتابة مؤلف العمل، وسيبدأ عرضه بتاريخ 15 فبراير 2019، وهو من استوديو جي سيستم. يذكر أنه تم الإعلان في وقت سابق عن حصول الأنمي على موسم ثاني دون تحديد موعد عرضه. تم تأجيل عرض أنمي الرماية سونيري إلى تاريخ 21 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب مشاكل تنظيمية. تدور أحداث القصة حول ميناتو الذي كان يمارس الرماية في المرحلة المتوسطة وتركها بعد حادثة وقعت له، وفي المرحلة الثانوية يلتقي بأصدقاء جدد ليسعى معهم لنيل بطولة المحافظات. إعلان الموسم الرابع لأنمي ماي هيرو أكاديمية على غلاف مجلة باش في عدد شهر نوفمبر 2018. وفي خبرنا الأخير، الكشف عن الموسيقى الترويجية لأنمي شينجي كنو باهموت مناريا فريندز، والمقرر عرضه في يناير 2019. ختاما، هذه كانت أخبار الأسبوع الماضي. لا تنسوا أن تشكروا وجدان على هذه الحلقة. أنا ياسر البراك وشكرا لكم.